زبرة طبخ المبدعين. نسيت واش نقول. اي بي اوكي يلا عسلامة ومرحبا بكم في شهوة صبية. استنى ساعة خلينا نفسر لكم شنو هي شهوة صبية. شهوة صبية باش توليو تشوفوها كل نهار سبت على نسمة جديدة باش تشوفوني انا كل مرة باش ناخذ تشالنج جديد ونحاول لك تشالنج مرة في البيدجي مرة اش عندي في الفريجيدير مرة رجعت عقبال الليل كل مرة باش نختاروا تشالنج ونعملوا بيه حاجات بنينة وتفيدكم انتوما في دياركم باش ما تحيروش في الكوجينة نتاعكم. هذه حاجة. والحاجة الثانية فما روبريك أخرى اللي هي روبريك توب أو فلوب. روبريك توب أو فلوب فما توا نشوفوا في لي ريزو سوسيو برشا دي روسيت عاملين دي نومبر دو فيو مش نورمال 12 مليون 13 مليون. دونك قلت علاش كل مرة ما نجربوهاش ونشوفوها تنجح ولا لا. والثالثة خليت لكم الممو للآخر طلعوا شنيا. كل مرة أنا راني نموت على التشخشيخ والماكلة نتاع الشارع كل مرة باش نمشي هاو صحين كفتيش هاو صحين صحن تونسي هاو كسكروت كفتيجي هاو فريكاسي باش كل مره باش نعطيكم بلان هاو مليو مشخش خنسيته هذيك لازمني نذكرها باسكو انا هكايا نحب التمخميخ والتشخشيخ والكل. كل مره باش نوريكم ان بون بلان يعمل 66 كيف بالبنه هكا باش تجربوا تذكروني. واليوم قعدت نخمم شنو هو التشالنج اللي نجم نبدا بيه الحلقه الاولى من شهوة صبية. لقيت الحل 30 دينار 30 دينار باش نقضيو بهم مده جمعه كامله باش نعملو بهم دي بلا ايكونوميك وما تكلفوش برشا فلوس. زعما نجم ولا ما نجم؟ وكفيوني 30 دينار قلت لكم تبعوني تربحوني. الليستا يا سيدك يا بن سيدك قبل ما نجبدو الفازيت اليوم عندنا في المنيو مقرونه بالكعب اي ومعاهم شوربه جاريه ومعاها بريك ومعاها كفته. لا هذاك المنيو الاخر عاد استنى 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 اي فوالا باش نحطوا كفته ومعاها شكشوكه باش نعملوا موستلي بالدجاج. هذا عرفتوه كالباتش كوكينغ هذاك انا يساعدني على الاخر ويسهل لي حياتي اللي هي نهار السبت نمشي نقلي قضيه بيه ونقصك الخضره نعملهم الكل خمم شنو اللي باش نطيب في وسط الجمعه باش هكاكا انا نربح الوقت كي نمشي نخدم طول نلقى حاجات حاضرين والا في ساعه نسخن الماكله وكيكه جو بروفيت من الصغار والماكله نتاعي تحضر في ساعه في 30 دينار تكفينا. اي يا سيدي جبت لك الوريقه خليني نقول لكم مش ما تقولوش ماني هكا ولا هكا. خذيت بولي البولي تكلفت لي 11210. خذينا الفرماج وينو الفرماج اهو الفرماج. خذيت وعرفتوا كل ذاك الجبن العربي هذاك الملح راهو بنين مش نورمال في الماكله نتاعي. المادنوس كيف كيف 750 بربي نيدي امان ما تستعملوا برشا ساشيت امان. هوني يا سيدك يا بن سيدك عنا حرام دينار و200. ايش عنا اخر طماطم صبره خطره حمراء وبنينه وانا استعملها برشا وليت كعيبه قارص البصل نسيت ما قلت لكمش عادك قديش البصل استنى عاد جيبني هذوما 600 فرنك هكيكا 600 فرنك المال سوقه حاسلو باش ما نطولش عليكم هنا باش نكتب لكم هنايا الفازات اللي شريتهم الكل وقديش تكلفوا. والله ما فتش 30000 خديت ساندويتش كفتيش. نبداو توا في المامو في صلب الموضوع. باهي يا سيدي اسمعوني توا انا بديت نظف فك الدجاجه شديت قسمتها حسيلو فتقتها من بعضها. خديتك الهبره حطيتها وحدها وكل الفخاذ حطيتهم وحدهم الزوائد هذوكم حطيتهم وحدهم. وتوا باش نبداو في صلب الموضوع شويه قارص هذيا استوس مميتي نصوركم حتى انتم تعملوها ومعاهم شويه الخل باش نحطهم هوني. نتعداو للروسيت الاولانيه اللي هي الموسلي. هاي هاني جاي في المصلي ديما نقصوهم كبار شويه ما نقصوهمش جويدين اما انا نقصهم هكا باش تيكو فيزا سينو نقعدوا برشا نستنى. واحنا لوبجيكتيف نتاعنا ديما مع تنويشه احلى العيشه فضلك مع تنويشه يا سيدك يا بن سيدك لي غوسيت سهلين ما يلزمكش تقعد برشا وقت في الكوجينه. على ذاك انا جيتكم للتلفزه البصل البصل المكياج باش يمشي والدنيا باش تمشي حسلوا هاني كملت. عديت للطماطم قصوهم طريفات كبار مش عليا نبكي والله عامله جوره وشيخه والله. الخضره نتاعي امورها واضحه وتوا باش نحضروا الماريناد. دونك هذايا نجي هنايا باش نحط الزيت زيتونه نتاعي هنايا عندي الكركم نحط فيه شويه كليل شويه زعتر شويه فازيت باش يفوح على الاخر شويه فلفل اكحل ملح وبا شنو اخر ناقص ستيبل مابقينيش بابريكا نجمو تحطوا بابريكا احنا عندنا شويه فلفل مهروش هنا باش نحطوه بي عصره قارص شنو باش نعملو خلط 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 نجمو نزيدوها شويه ماء. لاستوس نتاعي هوني باش ناخذ شويه طماطم معجونه نتاع صبره باش تجي الصوص عقده شويه ما تجيش ياسر ماء دونك باش نحط شويه بركه مقدار مغرفه صغيره باش نوريكم كيفاش نحلو طماطم معجونه ومن بعد
تتحل هك اسوس ولا مش اسوس هيك ديجا طماطم حمراء وتشهي ممكن نحطوا مقدار مغرفه صغيره من هنا شويه هذوما الكل باش يتخلطوا مع بعضهم ونصبوا الصوص هذيك فوق الخضره باش نخليه شويه للدجاج ونخلطوها الكل مع بعضها باش نستعملوا ليديت فوالا باش ناخذ تويكا الدجاج بيسكو قسمته باش ناخذ منه كان لي كويس حقا تويتو سينا الثوم هذه لاسوس نتاع الثوم نتاعي يا بومبا تاخذوا الثوم تعملوا كونتيتي كبيره ومن بعد تحطوه في الباكا غلاسون تحطوه في الكونجيلاتور وتلف عليه بالبابي سيلوفان كل ما حاجتك تجبد هكا المرسو قولش عليك عملته بالوقت ويقعد فرشك على الاخر دونك هوني باش ناخذ كعبه نسيجام باش نفوحوا به الدجاج ايو تخو يذكرك في الشهاده ناخذ الطروف اللي باش نطيبوا بهم اللي هما لي كويس وهوني باش نفوح الدجاج تمشيش تجربوا لي روسيت ما تجيوش تنويشه ولا ما تبعثوليش تصاور ما تغشش راه مره جايه وانا نجيب تشالنج صعيب سهله مهله البلاتو من فضلك بلاتو ميرسي وتوا باش نحط الخضره ايش قولكم نحطوا البابي الومنيوم ويمشي مشي للفور ونتعدوا للي من بعد مقرونه بالكعابر يا سيدك يا بن سيدك شنو عملنا خذينا البلون دو بولي نتاع الدجاجه اللي خذيناها نحيناه وخليناه على جنب توا باش نعملوا بهم كعابر ايكونوميك عوض اللحم مفروم باش نعوضوهم بالصدر نتاع الدجاج كونيه عندي الطرف هذيك باش نحط فيه شويه نعناع شايح نحط معاه الملح فلفل اكحل كركم نحطوا شويه زيت باش نحطوا الهروس نتاع صبره جربوه وذكروني احمر وبنين على الاخر ويفوح على الاخر على الاخر الماكله يوبلاش باش نحطوا منه مغرفه نزيدوا شويه اخر شويه صل الشيح هذوما توا باش نرحيهم بالقديه باش يعطوني اللحم مفروم وكل باش نعملوهم كعابر نرجع لكم بديت نخلط فيها بعد قلت يا منيل خلينا نزيدها هكا شطر بصله باش تزيد تفوح بالقديه دونك باش نحط لها شطر بصله ونكملوا نرحي باش نحط لها زيت الشابلور باش ما تجيش شايحه على الاخر ولات معناتها الكعبر نتاعنا تجي ملمومه الكعبه وما تجيش مفترشه معناها فوالا هذه هي هذه الكلمه اللي لوج عليها انا هاني صبغتكم تويكا وبديت نحضر في الكعبر نتاعي ريحتهم بنينه وتشهي واحنا هوني جعانين ونستنى فيهم وقت الشي يحضروا تويكا حطيت شويه زيت زيتونه وحطيت فيهم الكعابر باش يتشتشوا شويه خليت منهم كعبات باش نعمل بهم شنو البريك هوني عندي شويه ثوم زدتهم انا شويه ماء باش الكعابر نتاعي يطيبوا حطوا لهم شويه كركم بق 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 باش نحطوا بصل ما ننساوش الرند باش نحطوها على نار هاديه ونخليوها تطيب المقرونه وحضرت الصوص نتاعي حضرت بنينه تشهي نبداو نخلطو نطيبها الدنتي ومن بعد نزيد نكمل اكسوس هذيك ما نخليهاش تعقد على الاخر نخليها جاريه شويه باش تشرب الكسوس وتجي بيتكم ونشهيكم بالبنه هاكم تشوفوا وحدكم اكسبريس تيب فيسا ايكونوميك على فكره الكونتيتي هذيا راهو ما تقولوليش وتلفينا شنو عملت بها ولا بوغ دو بيرسون طيبت بها الجمعه كامل رائحه فواحه جدا 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 نحط لها شويه صوص من فوق نحطوا كالكعبرات من فوق وبيسكو ايكونوميك مانيش باش نزينو ياسر 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 وفضلت فضلت كعبر وفضلت صوص رش جبن شويه معدنوس نتعدوا للروسيت اللي بعد اللي هي سردينه محشيه في الفور هوني عندي رطايل سردينه خديته ب 2500 ريتو الدنيا محليها هوني باش ناخذ كعبات الحوات يعطيه الصحه نظفهم لي ونحالي السلسل نتاعهم ناخذوا كعبات هوني باش نعملوا بهم الفارس باش نحطوا البصل باش نحطوا المعدنوس هوني باش نحط مغرفه صغيره لهروس نتاع صبر ما نملحوش برشا 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 شويه فلفل اكحل والكمون من اي يا نانا نرحيهم مع بعضهم ومن بعد نرجع لكم دونك حطيت ديجا بطاطا نجمو نحطو راهو بطاطا نجمو لي انا خاطر بطبيعتي عملت نتاع البريك قلت خليني نحط شويه نجمو نزيدوها شويه ليمون شويه كبار شيخه راهو السردينه بالحق فيها برشا منافع وكان ولادكم ما يحبوهاش والكل تنجمو تعملوها هكا هذوما نجمو يكونوا كعابر نجمو يكونوا كفته الكفته تجي ياسر 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 بنينه هكا لا ايمان فارس حضرت انا سبقتكم حضرت لي فيلي نتاعي نتاع السردينه
في بلاتو. دونك نجيو هوني للفخس، ريحه الهروس والكمون حاجه ياسر بنينه. ومن بعد باش نغطيهم كعبه اخرى نتاع سردينه. يا سيدي حطيت فيلي نتاع سردينه، حطيتك الفخس نتاعي وزدته من فوق، غطيته بالفيلي نتاع السردينه. واللاستوس نتاعي باش تجيكم هكا تقرمشها البنينه، ناخذوا شويه شابلور ونحطوا فيه شويه زبده، ومش زبده تكون ذايبه، زبده عاديه معناتها بومات، ونخلطوهم من بعضهم لين يوليو يعطيونا كل كرامبل هكايا. نجي من فوق ونعمل لك الكرامبل هذيك نحطه فوق السردينه نتاعي، مش من بعد كي ناكلوها تجيك القرموشه هكايا وتقرمش من فوق. هذايا بيان سور نجمو نعملوها هيلثي على الاخر بالحق، بون نحيو الكرامبل. نجمو تعملوها تحطوا في وسطها زاده فخوماج، مش هكالي ذوب فخوماج جوست باش يطعم معناتها، والكل تعملوا معاها شكشوكه. شكشوكه تبدا هكا بالطماطم وكل تجي باهي. دايوغ هذاك شنو باش نعملوا احنا توا؟ شفتوا 30,000 شنو تعملوا؟ اما كان كي تبعوا ثاني مشاروع. يلا ديريكسيون فور. نتعادوا اللي بعد اللي هي شوربه سهله على الاخر، فيسع فيسع الطيب، ومعها باش نعملوا بريك سويبا. دونك نبداو هنا نحطوا الدجاج، حطيت شويه زيت انا ديجا، وهوني عندي طماطم تاع صبره مغرفه صغيره، شويه كلافس، نحطوا شويه بصل باش نخليه كل شيء يتشتش مع بعض. حطيت كلكم فلفل كحل ملح، وانا راني نقلي كل شيء مع بعضه، ومن بعد نزيد الماء. تويكه هذيا باش نخليوها تبقبق شويه، تاخذ كالبنه نتاعك الدجاج وكالكركاس كلها، ونرجعوا لها. قعدناش شويه بطاط، شويه كعاب، شويه بصل، شويه معدنوس، باش يولي فخس نتاع ابريك، باش نزيدوه للشوربه نتاعنا. غرفتين الجبن، بعديكا نخلطوا الدنيا الكل، نزيدوا العظايمه، وبلاش ناخذوا الملصوقه نبداو نعملوا البريكيت نتاعنا. والكل راه في الفينيسيون، نحبهم يجيو قد قد هكيك، انا ما نجمش ما يجيوش قد قد، لازمهم يجيو قد قد. البريك وحضرني خليوه على الشيره، وعنا توا الشوربه نتاعنا باش نحطوا لها شوربه. تنجموا تحطوا دويده والا شوربه، انا هوني عندي شوربه لسان عصفور. امورنا مريقله. هذه فما فازه ما تعملها لازمني نسالها عليها، علاش اما انا نعمل كيفه وما نعرفش علاش. اللي هي كي تجي تشوب كي تجي تصب الشوربه ما عادش تعاود ترجع الخطا وتغطيها. انا نطبق وما نعرفش علاش، كان انتم تعرفوا علاش قولوا لي في انستغرام ولا فيسبوك، وكنستنى الميساج نتاعكم. هيا سيدي اش قعدت توا، اللحظه الحاسمه الديجستاسيون، لازمني نذوق من كل حاجه باش نعرف انا باش وديتكم. المقرونه بالكعابر نبداو بها هي. نتعداو لين بعد نشوفوا سردين ايجه بحثيه، ونغمسوها في وسط الصوص البنينه المحرحره. بنا ما يتكلفوش بنين وصحيين على الاخر، على خاطر السردينه فيها برشا اوميغا 3. البريك انا راني نغطسو في الصوص. استنى نذوقو هيدي عاد. حار هيدي حار فاليدي. توا قعدت كين باش تجربوا، وانتوما تعطوني رايكم في لي غوسيت اللي عطيتهمكم اليوم، ونخليكم في الغوبريك اللي من بعد توب وفلوب. المره هذيا قعدت هكا نسكرولي ونشوف، نلقى فيديو قلت هذيا لازمني نجربه لكم، خاطر بويسكو في الغوبريك هذيا باش نشوفوا فما دي غوسيت ياسر ناجحين على تيك توك ويعملوا نومبر دو فيو على الاخر، معناتها جونغ 100 مليون دو فيو 200 مليون دو فيو. المره هذيا قلنا باش نجربوا الغوسيت هذيا، جوست خذايا كريمه تارتيني حتى في الفرينه، ومن بعد عمل بها بسكويت. ما فهمت حتى شيء حاصلو، ابارامون جات بنينه على الاخر. دونك قلت علاش ما نجربوهاش اليوم، بويسكو احنا توا كل مره باش ناخذوا ريسيت جديده من تيك توك ونجربوها ونشوفوها توب ولا فلوب. هذيا يسيدك يا بن سيدك شعمل، خذي كريمه تارتيني ذوبها شويه، حط فيها الفرينه، ومن بعديك كعبرهم الكل، حطهم في بلاتو، عملهم شويه هكا بالمغرفه وهزهم للفرن. ومن بعد جاو ظهر لي بنين على الاخر، نمشيو نجربوه ونشوفوه تنجح ولا ما تنجحش. يلا نحطوا هك التليفون هوني، نتبعوا لي ستاب الكل. هنا الكريمه تارتيني حسيتها انا هو عملها ليكيد شويه، دونك حطيتها شويه في الميكروون، ونحطوها في الواحد مقدار 300 غرام. هاي تي سهله هي، دو انغريديون العظم لا حتى شيء. شنو اخر حط؟ حطينا الفرينه، هي نوزنوا الفرينه، حط 120 غرام خنجبو مغرفه، ونحطوا 120 غرام يا مريقله. دونك هو من بعد خلطهم الكل، انا سباتول وين سباتول، عمل هكا خلط الدنيا الكل وتطلع مش باهيه الا ما نوريك.
حسيتها شوية ليكيد ما جاتش كيف ما هو شيحة نعملها زعمة هكا وكهو عملت كيف ما قال هو 300 جرام على 120 جرام حط شوية زيت في يدي ونعمل طوى لي بولات واه ليه هذه معمولة برشا مش خليها تبرد شوية ونشوفه بكشي تجمد تجد روحها أتوتي والله بنينة هي حتى هكا ما غير حتى شي بنينة نزيدو زعمة خليوها شوية في الفريجيدير أنا حطيتها في الكونجيلاتور أما شبعت أنا ظهرلي تعديوش دي مينوت مش نمشيلها اي يزيها اعطيناها حظها بالويفي باش نحط شويه زيت في داي ونعملو الكعابر نورمالمون شادت روحها يمكنش خاطر حطيتها في الميكروون حطها هكا بنينه لو ما خساره ما عملتهمش كيف بعضهم هونينا نعمل فيهم شويه زيت من فوق بعد باش نعملهم بالفرشات باش نجيبو الفرشات يا سيدك يا بن سيدك ونجيو نعملوها هكا اما لازمكم تعملوا لها شويه زيت راه باش نزيد نتفلسف تو ها احليهم كابيتش مش قاعد نقص تو نحطهم في الفور ونرجع لكم الله 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 الريحه وتشهي بعد المطعم نذوقوا ونشوفوا عندكم ديسير هبالي يا شباب الريحه تحكم الكعبه هذيا للذويقه لذيذة جدا والله تنجح مش نورمال هاي جو ذوقوا يجو هيا إيمان أحمد جربوها ما كنش باش تندموا فاليدي من عند جينا من عند الأولاد اللي معايا توا في الكوجينة توا باش نتعداو لشنو للدمق شترقتك الدمق اليوم وين في برج الوزير مشينا لملاوي الجنوب ديجا ها بحذايا باش ناكلوا عنده أبن ملاوي بالحق من أبن الملاوي اللي تاكلهم في تونس هبطنا سوغ لي ريزو سوسيو ضرب مش نورمال العبيد يشكروا فيه على الاخر دونك قلنا علاش لا ما نصوروش معاه غوبري كامله يحكينا وائل كيفاش بدا والفازه الباهيه كل شيء يعملوه وحدهم بالحق كل شيء بالبريباراسيون تاع البات للكومونيكاسيون الانستغرام دونك نحب نحكي مع وائل نمشيو ساعه ناكلوا الساندويتش نتاعو البنين الملاوي والكل يلا بديت وقتاش 2015 ولا 2016 ولا ليه 20 سبتمبر 2019 2019 هاي والله بشويه بشويه حتى وبعت نسي انا بعت تليفون فهمتني مليون ونص بس لين وبدينا بشويه تدوروا الحرب دولاب والحمد لله تو فهمتني ما شاء الله حانوت معروفه من البلاد وهي بالحق في الجنوب يعملوا ملاوي هكا هذيا الرسيت ولا انتم على خاطر من الجنوب اي هو خاطر احنا من الجنوب للفريق اما فات هذيا موجوده راه موجوده في العائله بتاعنا اي يعملوا دونك في الجنوب يطيبوها هكا اي بشويه ولا حابين نفهمكم قلنا خلينا نعملوا بها ساندويتش ما شاء الله مشيت الفكره والحمد لله وبرشا عندنا وكذا ما نشكوش اما ما يصيرش انت الاصل انتم الاصل اي يعطيني كساندويتش جعت على الاخر على الاخر هذا سبيسيال جنوبه هذا سبيسيال جنوب اي بي اللي فيه الدنيا الكل كل شيء اسمعني وين يلقاوك توا الناس توا بور لو مومون مازلتوا في برج الوزير فما لوكاليزاسيون تلقاوها على الباج انستغرام وفيسبوك هي ما تنساهل برشا كان لقيتوا بلاصه فيها برشا صف برشا صف هذيك راهي مرحبا بكم من الجنوب هذيك نبصل يا نزيدوا مع لي صوص من بعد لا منجور كل شر من هنا هاي فاز المكان صحة بشفيري يعطيك الصحة يا وائل الله الله دونك ملاوي الجنوب تلقاو البات هي اللي قرموشها وبنين على الاخر في وسطها يحط لك الغارنيتور اللي انت تحبها دونك هذه احلى شخشخينا اللي هي ملاوي سبيسيال اسمها ملاوي الجنوب ديجا البات يا وائل ياسر بنينة أهم حاجة الفات حاسيلو إن شاء الله عجبكم البون بلون تاع اليوم يجيو الملاوي الجنوب ما كنتش تلمو حتى طرف وهنا خليني نكمل هالبنة هذيا اللي عطيها لي وائل تشاو
خبرة طبخ المبدعين.